اخترت لما أقوم به اليوم من مهمة عنوان مصلحة الوطن، وعلى ذلك أنا ماض ولم أتغير إلى كل القوى السياسية. وأقول باختصار، كفى تشكيك، كفى عدم الثقة، كفى التلاعب بمصير لبنان، فليلجأوا جميعا إلى عقولهم وإلى ضمائرهم لنبني سويا هذه المرحلة بثقة، ونواجه عدم الاستقرار بوطن ثابت وبحلول بعيدة الأجل.